باذنجان في 2011 بالضبط. تكونت اللجنة الوطنية وكانت ضمت كل مكونات الحركة الطلابية المناضلة. ثم انطلقت اللجنة الوطنية في عدد كبير من أجزائنا الجامعية، ويعني في سلسلة من الاجتماعات العامة كانت الانطلاقة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. كانت هناك عديد المحاولات، وصلت لعامين كاملين بعد الثورة باش نجمنا نتعدى مرحلة المؤتمرات، عامين كاملين نقاشات لكي نتوصل إلى معناها لمس الطريق التقني اللي معناها وافقت عليه معناها عديد المكونات الطلابية أو جل المكونات الطلابية للمرور إلى مؤتمر موحد. بالنسبة لي الشق الآخر هو احنا في رد الاعتبار للحركة الطلابية نعتبره جاء لهدم وحدة الصف الطلابي، لشق وتشتيت وحدة الصف الطلابي. الحقيقة انا ما يهمنيش ولا اسمي ما نسميهمش عملوا مؤتمر، انا كل ما يهمني 24 25 مؤتمر وطني موحد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، افرز تشكيلة شابة، مكتب تنفيذي جديد. ما كناش احنا في رد الاعتبار للحركة الطلابية سبب في الازدواجية الهيكلية اللي يعني سادت الاتحاد العام لطلبة تونس، واصبح يعني اتحادنا لسوء الحظ هناك يعني شق آخر أو جهة موازية للاتحاد العام لطلبة تونس، نعتبرها موازية ويعني خلقت هياكل موازية كان الهدف منها ضرب وحدة الصف الطلابي. لسوء الحظ هناك أطراف سياسية وهناك يعني ناس اليوم في يعني موجودين في الجامعة لتمرير يعني خطابات سياسية ولتمرير مواقف سياسية. وقتها بدأت الخلافات. الحقيقة أنا نحب نفرق ما بين فما خلافات موضوعية، معناها موضوعية إيش معناها؟ معناها خلافات حول مسائل نقابية أو سياسية معينة، وكانت فما خلافات لأن الناس ما قعدتش مع بعضها قبل، لأن الناس ما تعرفش بعضها، لأن الناس كانت بعيدة على بعضها، لأن الناس ما كانتش عندها ثقة في بعضها، معناها خلات الاتفاقات هذه ما صمدتش بالباهي. لكن زادة فما مجموعة معينة اللي هي مجموعة نسميها نحن في الجامعة مجموعة نجيب الجزيري، لأن ليش طرف سياسي ونقابي. المجموعة هذه كانت تهدف إلى ضرب الوحدة الطلابية، وكانت هي تقريبا اللي دعمت سياسة بث الفرقة بين المكونات والهروب إلى الأمام. حزب العمال اليوم نجده بقوة يدعم الازدواجية الهيكلية في الاتحاد العام لطلبة تونس. الشيء اللي اتطور بشوي بشوية وكانت فما أرضية حاضرة ليه، اللي أرضية متاع عدم ثقة وأرضية متاع مكونات خايفة من مكونات وما فماش فهمتنا معناها هيكل دائما. الأرضية ذي موجودة مع الطرف هذا اللي قريب من حركة النهضة بث الفرقة، معناها كان يبث الفرقة. وصلنا في الأخير إلى زوز هيئات إدارية ثم إلى زوز مؤتمرات. بالنسبة لي نسبة حضور الطلبة في الجهة الأخرى يعني ما تجاوزتش 10%، كانت وجوه سياسية وكانت أحزاب سياسية. مؤتمر متاعنا عملناه في الكلية بيومين، حضرت له معنا العائلة الديمقراطية الكل، وحضروا له فهمتني معناها طلبة مصور معنا بالفيديو، وحضر معنا ابن الشهيد فرحات حشاد زوجة الشهيد شكري بالعيد، والشهيد محمد إبراهيمي كان حي وقت حضر معنا في المؤتمر، وتقريبا قدماء الاتحاد إلى آخره. لسوء الحظ يعني هناك موجة عنف يعني في الآونة الأخيرة موجهة ضد مؤتمر رد الاعتبار للحركة الطلابية، كنا ضحايا عنف على الدوام. فما جانب العنف اللي نحن نعالج فيه وعاطينه أهمية قصوى، لأنه قضية العنف هذا سواء عنف راه طلبة وإلا عنف طلبة إدارة ولا طلبة أساتذة وإلا اتحاد خارج الاتحاد، العنف يهرب العباد والعنف لا يخدم مصلحة الاتحاد. توجهت إلى كلية الحقوق، كان يعني عندي إكزاماش نعدي يعني الإكزامان تاعي، ما راني إلا مجموعة كبيرة من الطلبة، فسوى عدد آخر كبير من الطلبة اللي هما من خارج الكلية واللي هما غرباء عن الكلية، لكن المجموعة الكبيرة أو العصابة هذه يعني استأنست يعني كانت دائما تتحصن في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يعني تتواجد دائما في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. الإدارة على علم بهذا، إدارتي متواطئة، إدارة الكلية متواطئة، في شخص الكاتب العام تعرضت إلى يعني ضرب مبرح وتعرضت إلى اعتداء بالعنف اللفظي والعنف المادي. في قضية أمن أساسي ما فماش عنف، ونحن من هنا نتحدى أي جهة تجيب لنا حاجة تثبت أنه صار عنف. نحن مشينا اتصلنا ديريكت، أول حاجة بقى وعدنا غادي، قال لنا المكتب الفيدرالي نتاعنا راهي دخلت أمن أساسي للكلية،
جاءوا طلبة فهمتني قالوا لها ديجاج لأني ما زلت دوما تعديت في قناة التلفزيون وتكلمت باسمهم هي ما تمثلهمش وما مسها حد حد ودخلت عدت الامتحان بتاعها وخرجت على روحها. وهذا شد به عميد الكلية في بيان رسمي هبط بتاريخ 10 مارس قال الطلبة ذي عدت امتحانها في حين هي قرة ومنعون من التعدد وما تمستش أصلا في حين أن هي تقول دخلت الإنعاش. حاجة الخطوة الثانية اللي عملنا بها نحن اتصلنا بالمستشفى جامعة شارل نيكول اللي قال دخلت فيه الإنعاش. قسم الإنعاش قال ما جتنيش واحدة اسمها أمل نساس أصلا. وبالنسبة للسبيطار قال راهو جاني أبيل من الفوي تاع البنات مش من الكلية انه فما طالبة دايخة مشاولها للفوي قال لقاو غادي حالتها لا تستوجب النقل الى المستشفى لاني عاملة كيما على حد تعبيرهم كريز ديستيري يعني انهيار عصبي لكن غادي زملائها شدوا صحيح وقالوا للامبيلونس انتوما نهضة وتحبوا تخليوها تموت الى اخره الامبيلونس هزتها شارل نيكول وصلوا شارل نيكول دخلت في الاستقبال في الاستقبال حطوها ترتاح فهمتني معناها لين معناها تمالكت اعصابها ولين قامت روحت على روحها. الوحدة لها شروط من شروط الوحدة أن نمارس ديمقراطية حقيقية في الجامعة التونسية تنتهي ضرورة عبر يعني عقد يعني انتخابات قاعدية يكون فيها لرأي الطالب الفيصل. كذلك من شروط الوحدة أن تشارك في الاتحاد العام لطلبة تونس كل مكونات الحركة الطلابية المناضلة بمنطق لا إقصاء ولا تهميش. الحقيقة نحن ماناش مسؤولين على الازدواجية الهيكلية في الاتحاد العام لطلبة تونس. الأطراف التي انقلبت على مقررات اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن هذه الازدواجية يعني الهيكلية. نحن مازلنا دعاة وحدة وموجودين اليوم في الجامعة التونسية ويعرفوا كيفاش يتصلوا بنا. الحقيقة بالنسبة للمكتب التنفيذي متاعنا في بلاغاته الرسمية أعلن أنه يمد يده فهمتني معناها للجميع لمزيد توحيد الاتحاد على قاعدة واحدة نبذ العنف ونبذ المجموعات اللي تدعو العنف يعني هذا بالنسبة للمكتب بتاعنا. وفي الواقع لا نرفض مبادرات ولا نرفض يعني محاولات التوحيد. بالنسبة لنا نحن نقترح أنه عطلة مارس يكون فيها فهمتني معنى يصير فيها جلسة رسمية لهيكل من هيكل الاتحاد. نقترح المجلس الوطني بيكون معناها مجلس وطني موحد في الهيكل وسطا على الاتحاد الكل وتخرج بخطة طريق واضحة تتلوها بطبيعة فهمتني معناها بعد هي إدارية موحدة ثم مؤتمر موحد.